مساء الفل عليكم كلكم، يا رب تبقوا بخير. النهارده 6/5/2023 هو يوم ننتظره كتير جدا، بالذات من العرب والأفارقة كمان، بخصوص نتيجة الهجرة العشوائية. الفيديو ده يعني هنقدم ليكم ماتيريال مختلفة، تكاد أو إن أنا أقول مفيش، عمرك ما هتلاقي فيديو بالطريقة دي بروفيشنال جدا، عن طريقة إزاي أشيك على نتيجة الهجرة. مش بس ازاي تشيك، خلينا نعرف مع بعض كده ايه اللي هنتعرض له في الفيديو ده. واحد، ازاي تشيك على النتيجة بطريقة مظبوطة. اتنين، هنستعرض معاك الصورة زي اللي قدامك دي لحد فايز فعلا من الدفعة اللي قبل اللي هتظهر النهاردة دي. الراجل ده في امريكا، واستأذناه ان احنا ناخد البيانات عشان نوريكم ازاي نشوف النتيجة ونشوف صفحة الفوز. هنشارك معاكم برضو حالة تانية لبرضو حد في امريكا، كان بس دفعة السنة اللي فاتت، وكان قدم كمان السنة الاخيرة دي وبرضو بس ما كسبش. فهنوريكم برضو ازاي، هنوريكم يعني ايه لو ضاع منك الكونفرميشن او مش عارف تسترجعه، ايه احتماليه ان انت تسترجعه. هل فعلا زي ما الناس بتنزل فيديوهات سهله قوي كده، يا عم ده الاسم الاول والثاني والاخير، هل الموضوع بالسهوله دي؟ هنستعرض مع بعض ازاي من النتيجه اللي باينه قدامك دي، لو انت فعلا كسبت ازاي تبدا افرح واعمل كل حاجه، بس هل ممكن فوزي يبقى باطل؟ هل فعلا ممكن ما اكملش بسبب اخطاء ممكن اعرفها من النتيجه نفسها ومن الصفحه اللي طالعه؟ واخر حاجه هنتعرض ليها ازاي لو انا كسبت من الصفحه دي ابدا انطلق للصفحه التانيه اللي هي الاستماره الدي اس 260، او عشان ابدا اول خطوه، ومنها برضو لما ادخل ممكن اعرف ان ممكن يكون فوزي باطل او في مشاكل تواجهني خلال الطريق وممكن يدور عليا فلوس التقديم كلها الجايه اللي هي مش قليله. تمام، معاكم دكتور رجائي شكر الله، صفحه فيزا اب، وده رقم التليفون بتاعنا اللي هو بنتواصل فيه في كل حاجة بس ما عدا اللوتري. حضرتك هتقدم او حضرتك هتبعت من على الرقم ده 00965 45 4 98. ده لو عندك اي شيء يخص اللوتري النهارده طبعا، سواء انت لو انت قدمت معايا وعايز تشيك على نتيجه، لو انت مش عارف تشيك يعني، لو سواء كسبت وعايز تكمل معانا المشوار، سواء قدمت معايا وما قدمش معايا، سواء من مصر من الكويت من عمان من السودان من اي دوله، لو عندك اي اسئله بقى تخص طريق اللوتري لاي دفعه ممكن برضو بتبعت على الرقم ده. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو، مهم جدا، ونحاول يا رب يقدرني ان انا اوصل كل الكلام بطريقه سليمة ويوصل لكم الكلام كله. أول حاجة تعالى نروح على الأول بقى من الأول خالص على الصفحة اللي إحنا بنشيك عليها، هحط لكم الرابط بتاعتها. تمام، هندوس على كونتينيو. طبعا أنت عشان بس حد هيسأل إزاي أنت بتشيك والنتيجة لسه ما ظهرتش، النتيجة ما لسه هتظهر النهاردة 6/5 الساعة 7 بتوقيت مصر، الساعة 7 بتوقيت الكويت، الساعة 8 بتوقيت الإمارات، الساعة 7 بتوقيت السعودية وما شابه ذلك. وفي ناس من جوه أمريكا، انتوا عارفين ان في ناس بتقدم على اللوتري لان بيبقوا قاعدين جوه لسه بشكل مش سليم، او مقدمين على قضيه او لجوء او كده، وبيبقى منتظرين الخبر ده جدا جدا جدا. طيب احنا دلوقتي عشان نشيك مطلوب مننا 3 خانات يبدو ان هما سهلين، بس عايزين نعرف ازاي ندخلهم بطريقه صحيحه. اول حاجه الكونفرميشن نمبر، الرقم التاكيدي. تاني حاجه اللاست نيم او الفاميلي نيم، وتاريخ سنه الميلاد. خلاص، انا هفتح معاكم ملف بي دي اف لانسان احنا كنا مقدمين له، اللي هو راجل طيب اللي اسمه موروز. خلاص تعالى بس نشوف مع بعض، ادي البي دي اف بتاعه. خلاص، دي ورقه الكونفرميشن المفروض مع كلكم، معاكم كلكم. تمام، انا معايا ورقه الكونفرميشن، لو ارجوك يبقى لو معاك بي دي اف هتاخد رقم الكونفرميشن كوبي، بلاش تنقله بعينيك، ارجوك 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 بلاش تنقله بعينيك. تمام، لانك لو نقلته احتماليه كبيره بتتنقل غلط، وبتقعد تاخر نفسك في معرفه النتيجه، وتقعد تسال يا ترى الرقم مضروب يا ترى الرقم غلط وهكذا. تمام، خلاص. طيب اول حاجه هندخل رقم الكونفرميشن، انا خدته كوبي اهو وحطيناه بيست، وهوريكم في الراجل التاني اللي هنشارك عليه معانا ورقه ازاي برضو هنعمل ايه. اللاست نيم برضو، انا من النوع اللي برضو كل حاجه باخدها. طيب اللاست نيم، في ناس ساعات تاخد كل الاسم، لا غلط مش صح، اللاست نيم فقط هو اللي قبل الكوما، هو ده اللي هتاخده كوبي، كل اللي قبل الكوما. في مثلا الاسم ده ممكن تلاقيه مكتوب هنا مرقص بس، وقبل الكوما عطله عطله، ماشي هتاخد عطله عطله، اهم حاجه بس ما تاخدش الكوما معاك لو انت هتعمله كوبي بس. لو هتنقله بعينيك يبقى هنا هنكتب عطله بس. الراجل ده مواليد
بسرعه كده نبص عليها 96 ودي هتتكتب. طيب افرض واحد طالع له الكونفرميشن بسنه الميلاد للاسف اللي قدم له غلط، هل اقول اللي قدم لي رمضان سامحك منك لله ضيعتني؟ لا، افرض مرقص ده مثلا كان مواليد في الحقيقه 90 وهو مكتوب له كده في الكونفرميشن 96، دي معناها ايه؟ ان اللي قدم له كتب له 96. طيب هنا بقى لما اجي انا اتاكد هكتب الصح ولا الغلط؟ لا، هكتب الغلط اللي هو مكتوب في الكونفرميشن. طب هو كده ضيعني؟ لا، بيمشي الحال، والكلام ده من خبرات سنين طويلة، في أخطاء ممكن تجاوزها وفي أخطاء لا يمكن تجاوزها، وهي اللي بتودينا للمصطلح اللي كلنا عرفناه مع بعض اللي تابعني الأيام اللي فاتت اسمه الفوز الباطل. تمام، خلينا نكمل. ادينا خلاص كتبنا الثلاث حاجات دي زي ما اتفقنا. ارجوك لو عندك البي دي اف ما تضيعش فرصه ان انت تاخدها كوبي بيست، ولو عندك ورقه هنشوف. طبعا الراجل ده هو ما كسبش، وما انت بتقول لنا ازاي هو في امريكا، تاني باكد لكم هو الراجل ده كسب في دفعه دي في 2022 وقدم تاني 2023. في واحد يقول لي ايه ده، ازاي قدم تاني؟ طبعا انت النهارده لو حضرتك كسبت النهارده 6/5/2023 الدفعه بتاعتك اسمها دي في 2024، افرض النهارده كسبت هتبدا في الاجراءات اللي هنحكي عليها بعد شويه، وهتيجي بعد كده حضرتك هيجي شهر 10 الجاي ده هيجي عليك ده تقديم دي في 2025، هتقعد تسأل اللي حواليك اقدم ولا ما اقدمش؟ الاجابه من دلوقتي بقولها لك، لازم تقدم، لانك انت مش ضامن ان طريقك او ده اللي النهارده كسبت بيه انه يمشي ويكمل، فيها حاجات كتير هنقولها. خلاص، يبقى دي طيب. في النهارده بقى رجائي منك وطلبي منك، النهارده لو طلعت لك الجمله دي من فضلك من فضلك ما تبعتش رقمك تاني لحد تاني، لصاحبك، لقريبك، لمكتب، لرجاء الفيزا اب، ليه ليه؟ عشان اقول له شوف لي كده، انا اسف، واحد ما يقوليش ان انا شفت وشيكت، لا اشوف تاني، لربما ايه، لا انا اكيد دخلت حاجه غلط. خليني بسرعه بس اوري لك حاجه، حضرتك لو دخلت حاجه غلط مفيش حاجه اسمها للناس بتدعيه يقول لك ايه، لو دخلت حرف غلط هيظهر لك ان انت مش فايز. لا، تعال نشوف مع بعض كده، نشوف نتيجة مرقص حبيبنا الراجل ده. طبعا احنا استأذناهم يا جماعة عشان نستعرض بيانات زي دي، وفي نفس الوقت انا مثلا حتى لو هو عن طيبة قال اه انا عمرنا ما كنا هنشارك حاجات ممكن تأذيه، ولكن هي عشان دفعة سابقة وهو راجل في امريكا فاحنا ايه مفيش اي اذى. تمام، هندخل البيانات كلها الاول بطريقة مظبوطة. تعالوا نجرب كده ان مثلا انا غلطت مثلا وحطيت مثلا ايه زياده بدون مقصود مثلا، فايه جيت اقول سبميت، هل هيطلع لي انه ما كسبش؟ لا، هيطلع لي ان انت غلطت في الايه، في الحروف المكتوبه، ودي بقى المشكله ايه اللي برضو الناس مش فاهمها للاسف. ما يكسبش يقول لك ايه، لا طب هخلي واحد تاني يشوف لي يمكن كده ايده حلوه فيها البركه، مفيش حاجه اسمها كده. طب تعالى بقى نصلح ونشوف كده مع بعض، طبعا نغير دي كل مره، دي اللي بتتغير بس التاكيد هي بس، وهنكتب رجعنا للصح طلع لنا ايه has not been selected، اذا ما كسبتش، انتهى الامر عند المرحله دي. خلاص، دي اول خطوه. طيب تعالوا مع بعض عن حد زي مرقص مش معاه الكونفرميشن، الراجل ده مش معاه الكونفرميشن ضاع منه. طيب المفروض من التقديم من شهر 10 الزمان اللي فات اي مكتب محترم او انت نفسك لو بتقدم لنفسك وفاهم التقديم او فاهم عندك خلفيه عن الموضوع لازم اشيل نسخه زي دي. ايه دي؟ عباره عن ايه؟ فيها كل حرف حضرتك او المكتب كتبه عن الموضوع. طيب هل منطقي ان النهارده واحد ضايع منه دي هروح الاقي معاه دي؟ مستحيل. طيب النهارده في ناس بتنزل فيديوهات كيفيه استرجاع الكونفرميشن، ونلاقي الاف الشيرز والناس فرحانه قوي، ونلاقي الراجل الطيب الجميل ده اللي ابهرنا بالازاي نسترجع الكونفيرميشن، ده راجل طيب قوي. طيب هو النهارده هو المشكله في المعلومات، تعال نشوف ايه اللي بيتطلب لو انت ضاع منك الكونفيرميشن. ببساطه انت على نفس الصفحه هتدوس على اللي بالازرق دي فورجيت كونفيرميشن نمبر. تعال نشوف ايه البيانات اللي بتتطلب. طبعا النهارده هيبقى مكتوب 2023 و24، حضرتك هتختار 2024 اللي هي دي النتيجه اللي هتظهر النهارده 2024، عشان في ناس برضو بتتلخبط ويقول لك انا مش عارف استرجع الكونفيرميشن. ايه المطلوب النهارده مني؟ الاسم الاخير، الاسم الاول، الاسم الاوسط، تاريخ الميلاد شهر يوم سنه بالترتيب، والايميل اللي اتكتب. واحد يقول لي مالك يا عم، طب ما بيانات سهله اهو، ايه المشكله؟ حتى لو ضاع مني الكونفرميشن وانا مش عارف اسمي، عيب عليك يا عم في ايه؟ طبعا الكلام مش بالطريقه دي، لان النهارده مثلا نفترض مثلا ان مرقص مثلا احنا خلاص عرفنا هو هنكتب مثلا اطلع تمام مرقص، هي دي الطريقه فعلا اللي اتكتب. طب افرض مرقص كان مقدم عند حد ضاع منه مثلا ما عندوش البيانات اللي اتكتبت، افرض الراجل ده غلط مثلا كان كاتبها دبل ايه؟ طب ما انا هعرف اجيب منين الغلطه دي؟ مستحيل ان انت تعرفها. طيب تاريخ الميلاد تمام؟
مثلا اهو تعالى نشوف برضو مرقص مثلا تاريخ ميلاد الراجل الطيب ده 20/10/96، تمام 20/10/1996. طيب هل انا النهارده مش عرفني ان الراجل كتب تاريخ ميلادي صح؟ افرض بالغلط كتبه نوفمبر، افرض بالغلط كتبه 21، هل كل ده انا ما اعرفوش؟ يبقى اذا اي غلطه في دوله ممكن يكون كتب تاريخ ميلادي اصلا مش صح زي تاريخي. السنه هتبان لي حتى ودي مشكله هقول لكم هتبان برضه في ايه تاني. بس سامحوني، يبقى اذا الاسترجاع النهارده افرض في الاسماء، الراجل مثلا اللي قدم لي ما كتبليش اصلا ميدل نيم وقفل وكده، انت عمرك ما هتعرف، لان في ناس بتوفر وقت ومجهود عشان بيقدم معاملات كتير ويبقى فرحان وبيختصر خطوه لانه عارف مش هتاثر عليك، بس انت ما تيجي تسترجع كل سنه وانت طيب. اذا طيب يبقى انا مرقص النهارده هو كتبت له بياناته صحيحه. الايميل كارثه تانيه، هل المكتب قدم لك كتب ايميله هو ولا ايميلك انت؟ هل كتب ايميلك انت بشكل صح ولا غلط في حرف من الحروف؟ فتيجي انت يا باشا اللي بتقول لي يا عم بيانات سهله اهو، هتيجي تكتب الايميل ممكن تكتبه غلط. فانا عمال اخد كوبي بيست من الايميل التقديم عشان اعمل استرجاع 100% مظبوط. اذا وانا بقولها لكم بصراحه من اخوكم الصغير، 70% من اللي بيضيع منه الكونفرميشن للاسف مش بيعرف يسترجعه بسبب البيانات دي وبسبب ان هو ما يعرفش ايه اللي اتكتب له. النهارده انا استرجعت على طول، تلاقي لي اهو الكونفرميشن وتلاقي لي اللاست نيم اوتوماتيك للحاجات دي انا قدمتها له، هكتب له 3 دي في 5 اكس اللي هي اللي مكتوبه هنا دي، طبعا بتطلع لكل واحد مختلفه، هيطلع لي ان مرقص ما كسبش. خلاص، ويا رب يا رب يبعد عننا جميعا النهارده الجمله دي. يبقى اذا يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نشيك، ازاي لو الكونفرميشن ضاع ايه مشاكله وايه نسبه ان انت فعلا تحصل عليه. تعالى بقى نشيك مع بعض لحد كسب ونعرف ازاي، او نشوف الاول طبعا هنشيك مع بعض ونشوف شكل صفحه الفوز والفرحه. الميزه النهارده ان الراجل الطيب ده كان باعت لي الورقه بتاعته، العيله دي في امريكا دلوقتي، هو عنده ورقه زينا بقى كلنا، ورقه مطبوعه جايه له من المكتب للناس الطيبين اللي قدموا له كده، مفيش بقى ولا كوبي بيست ولا حاجه. فانت للاسف خلاص انت في امر واقع مضطر ان انت تنقل الرقم ده كويس. طبعا النهارده الرقم اللي هندخله اوله 2024، ها انا طبعا عشان انجازا للوقت في الفيديو انا حطيته الرقم على جنب بطريقه مظبوطه ومتاكد منه 100%، بس انت عليك انت كمان تنقله بطريقه مظبوطه. اللاست نيم مراته طبعا هي اللي كانت فايزه، برسوم، وسنه الميلاد 85. تعال نشيك مع بعض كده 4 ار اي دي 8، هنشوف تدوس سبميت وتيجي الفرحه اللي بالقلب بيدق لها يعني فعلا، والصفحه الغريبه على طول اللي انت بتشوفها بتعرفها مكتوب هنا. طبعا ده ختم الرئيس يا جماعه، ده اللوجو بتاع ختم الرئيس والامريكي، اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت، تمام الكونسولر افير، وبيجي لك تاريخ النهارده، ده هيبقى تاريخ النهارده اللي هو مايو 6 2023، هيكتب اسمك وبنفس اللي انت قدمت بيه. اول حاجه لما تكسب افرح براحتك ونط براحتك واعمل اللي انت عايزه، بس اول معلومه اشوفها الكيس نمبر بتاعتي كام. تمام، من الكيس نمبر دي في حاجات كتير بتتعرف. واحد طبعا هي اول النهارده الرقم اللي هيفوز هيبقى اوله 2024 مش 23. بعديه في حرفين بقى، هم دول فيهم مشكله كبيره هنا. الحرفين دول دايما اي اف يعني افريقيا، اي اس يعني ايجيا او اسيا، خلينا اغلبنا هيبقى كده، نادرا ما تلاقي حد مولود في اوروبا او كده. هنا بنتكلم عن ولاده الفايز الرئيسي. افرض انا مصري الجنسيه مولود في الكويت وطلع لي رقمي كده، للاسف فوزك باطل. ولو طلع لك انت النهارده حاجه زي كده كلمني واقول لك المشكله في ايه اللي هتحصل معاك عشان ما تضيعش وقت وفلوس على الفاضي، ونقول لك الموضوع فعلا ممكن يمشي ازاي. خلاص، يبقى تاني، يبقى لو انا مصري مولود في الكويت المفروض دي تطلع لك اي اس اسيا او ايجيا، تمام. طب انا مصري الجنسيه مولود في مصر وعايش في الكويت، المفروض تطلع لي افريقيا زي اخونا ده، مفيش اي مشكله. افرض انا مصري مولود في لبنان وعايش في الكويت، اذا تطلع لك اي اس اسيا لانك تبع لبناني، يبقى اذا تبع دوله الميلاد لازم القاره تبقى تبع دوله ميلادك هنا. ودي الخطا الشهير للاسف اللي بيحصل مع كتير من الناس وبيضيع للاسف، وده اللي اسمه الفوز الباطل. تكسب وكله تمام ومفيش مشكله، وللاسف يضيع الحلم كله. هنا طبعا ايه، دي ورقه الفوز الجميله. خلاص، يبقى اذا النهارده طبعا واحد مثلا افرض مثلا واحد زي الاستاذ مثلا ملاك مثلا بعد الشر عليه كان مثلا الورقه دي كانت ضاعت منه ومعهوش الملف الثاني، مين هيعرف بقى الاسم مثلا؟ ان هنا الاسم الاخير اتكتب مرسوم، طب الميدل نيم على فكره هنا اتكتب عفيفي رسمي، طب مين هيشرفه؟ وممكن كان يبقى مختلف عن رقم الجواز.
تعالوا بقى اوريكم حاجه بقى اللي بعديها، النقطه الاخيره اللي احنا قلنا هنقول عليها. انا كسبت النهارده وكله اليستا زي ما بيقولوا. عايز اخش بقى على اول خطوه اللي هي مالي استمار، اللي كل نقعد نقرا اسمها ومش فاهمين ده ايه ده، اسمها دي اس 260. تمام، دي الصفحه اللي بخش منها على اسمها اللي هي سي اي اي سي ساين ان دي، هي دي اللي هتخش منها. هيطلب منك اول حاجه الكيس نمبر، فين الكيس نمبر اللي احنا لسه شايفينه، بس هنشيل الاصفار اللي قبل الرقم ده اللي ما بين الحرفين والارقام، هنشيل الاصفار دي وهنقول له كونتينيو. هيطلب مننا ايه بقى؟ هيطلب مننا حاجتين كمان، اللي هم رقم لاست نيم وتاريخ الميلاد كامل يوم شهر سنه والكونفرميشن. طب هنا بتظهر لنا مشكله جديده. هنا طبعا احنا قلنا اللاست نيم تقريبا برسوم لو انا مش ناسي، اه برسوم، وسنه الميلاد 85 زي ما مكتوبه هنا. طيب اليوم والشهر مش بقى للاسف، لو الراجل اللي قدم لك في الاستماره اللي انا لسه فاتحها من شويه وكتب لك تاريخ ميلاد غلط وانت مش عارف ايه التاريخ الغلط ده، يبقى اذا انا واحد ممكن يكون معايا ورقه الكونفرميشن اهي، وممكن هاجي اخش على الاستماره الفوز بتاعتي عشان اكمل مشوار. ما اعرفش ليه. مثلا تعالوا النهارده هنا مثلا نشوف مثلا مدام جوزفين هي مرات استاذ ملاك تاريخ ميلادها يبقى 20 مثلا، تمام 20/12 85. هنيجي مثلا هنا والكونفرميشن زي ما اتفقنا انا واخده للتسهيل. طبعا ايه ده تاريخ ميلادها الحقيقي والحمد لله ربنا كان ستر ان اللي قدم له كتب صح. افرض انت بقى اللي قدم لك ما كتبلكش تاريخ الميلاد صح، طب رجاء انا هعرف منين الكلام ده؟ لما تيجي عند الخطوه دي يبقى ما تسبقش وتسال دلوقتي، لما تكسب ودي تخش هتعرف الكلام ده. بقى فيديو زي ما اتفقنا على تقنيه عاليه، وفعلا فعلا قدام الله ما حدش هيلاقي فيديو بالتقنيه دي على اي حته في الميديا نزل قبل كده، لان معظم الناس مجرد بتكتب بس ازاي تشيك وباي باي. خلاص هنا هكمل، هنا نخش وغيرها لنا بسرعه اهي اكس 4 اتش واي. المفروض اكمل هنا بينقلني على، لو انا كاتب البيانات صح، على صفحه الفوز اهي. النهارده لما حضرتك هيبان لك دي، هيبان لك بقى العيله الكامله، مثلا جوزفين مدام وجوزها اسمه ملاك وابنهم مارك، والاسم الاخير ده انا ليا تعليق عليها اقوله لكم. هنا هتلاقي ستارت 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 لان لسه هتبدا هي. بقى لما تدوس على ستارت دي اللي هتدخلك على الدي اس 260 والمجاهل بتاعتها بقى والمعلومات المطلوبه كلها. طيب هنا بقى الراجل ده، تخيلوا معايا ان الراجل ده عنده ابنين، ولد اسمه مارك، هو ده فعلا بابوه اسمه ايه؟ هو ملاك، ملاك منير ونيس. ابنه الثاني، انت متخيل بقى ليه ابنه الثاني اسمه جوني مارك، جوني ملاك منير؟ انت متخيل اللي قدم له كتب له ان ابنه واحد ثاني خالص اسمه مرقص منصور معزوز؟ انت متخيلين؟ طبعا بسبب اللي هو مشغول الراجل وعنده الاف الحالات، عمال يقدم فرحان وايه وكتب دخل الدنيا، تلاقيه كان بيسقط لما يقدم، بس الحمد لله ربنا كرم. وانت متخيل بقى اللي عمال تسال ان حرف الكتاب لي غلط، ده منه لله اللي قدم، مفيش الكلام ده. في حاجات يا جماعه بتودي في داهيه زي الاي اف والاي اس اللي انا قلتها من شويه، وفي حاجات ممكن يمشي منها الحال منها الحروف. وان كان موضوع الاسم المختلف ده طبعا حصل مشكله يوم المقابله كبيره، بس الحمد لله بتوفيق الله رقم واحد والردود اللي احنا قلنا له عشان يرد بيها ويتكلم فعلا ببساطه، الامور مشيت على خير. يبقى انا هنا برضو من الاسماء ممكن اعرف ايه الاسماء اللي اتكتبت لي وقت التاديب، وممكن لما اخش على كل استماره كمان هيتعمل لك اول حاجه عايز تعمل المقابله فين، وهيتكتب لك كمان تاريخ الميلاد اللي اتكتب فعلا، بس ده مش هيفرق قوي معانا. يبقى اذا ملخصا للفيديو ده النهارده 6/5 النتيجه الساعه 7 مساء. نتمنى من الجميع ان هو زي ما اتفقنا ما تخشش تشيك على النتيجه دلوقتي، سعادتك لسه النتيجه ما ظهرتش، لسه الساعه 7 النهارده. طبعا نصيحه للجميع ما تدخلش تماما، انت يعني ممكن ما تخشش لان النهارده العالم كله داخل، فطبيعي جدا الموضوع يبقى ساقط، الموقع يبقى ساقط مش مجمع، او لغايه دلوقتي مجمع عشان لسه نتيجه السنه اللي فاتت القديمه. من فضلك ما تقعدش تبعت للناس اللي هم اللي عندهم مكاتب او عشان يشوف لك، لان زي ما انت باعت له في 1000 باعت له، فهو في النهايه النهارده لو هو بطل قوي مش هيعرف يشوف غير الخمس ست حالات، اكيد من ال 1000 هيبقى 995 زعلانين وخمسه هيقول لهم النتيجه، او يعني هيوصل لهم النتيجه. اللي زعلان ده عشان ما شافوش النتيجه يقول انت ليه وانت خلاص خلعت مني، ومجرد الكلام ده مش بكلمه بس عن نفسي انا كفيزا اب، ولكن على الجميع فعلا، ده انصافا للحق يعني. خلاص يبقى اذا نتمنى من الجميع النهارده اللي يشوف النتيجه دي، استعرضنا معاكم ازاي تشيك على النتيجه بشكل طبيعي، ازاي تسترجع الرقم، ازاي ورقه الفوز بيبقى شكلها ايه، وازاي تخش على الدي اس 260. اتمنى ان اكون عرفت اوصل المعلومه.
معاكم كان دكتور رجاء شكر الله، وده رقم التليفون بتاعي الخاص بفيزا اب عموما للتواصل معانا من اي دولة في العالم، ولكن اللوتري فقط الرقم ده. فهنا نكتب كده اهو الدي في، واحدة دي في بمختلفها بقى 2023 او 2024، اي حد عنده سؤال او عايز يكمل معانا المشوار، الكلام ده كله على رقم التليفون ده. بتمنى من قلبي التوفيق للجميع، ويا ريت يا ريت نسمع ان الكل كسب. انا حاجه طبعا مش بتحصل على ارض الواقع، ولكن ربنا يكتب التوفيق للي هو عايزه له ومختار له، لان اختيار الدوله الجديده انتوا اكيد عارفين واخبر مني، بيبقى اختيار مباشر من السماء، وبيبقى فيه الجو بالذات اللوتري دي، يعني انا بختم اختيار فعلا فعلا الناس ربنا عايز لهم الطريق ده. بالتوفيق للجميع، ونشوفكم على خير في فيديو قريب. شكرا جزيلا.